Bonjour mes élèves de 4e année primaire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une composition des 3e trimestre. Et donc, فقط قبل أن نبدأ حاولوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لكي تصلكم جميع الفيديوهات التي سأضعها في جميع المواد بإذن الله تعالى. إذا فنبدأ على بركة الله. بسم الله. نبدأ مع le texte. النص. Il était une fois dans une forêt lointaine vivait une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, elle décida d'aller visiter sa grand-mère et lui apporter une galette. En chemin, elle rencontra un loup. Un peu plus tard, un loup et de méchants loups. Je répète le texte. وراح نشرح لكم يا تلاميذ باللغة العربية هكذا باش تفهموا هاد الكلمات. النص كيما هذا راح تفهموه. أؤكد يا تلاميذ سنة رابعة أنكم لازم تقرأوا لو تكست مرة أو مرتين. Il était une fois dans un forêt lointain, في غابة بعيدة, vivait une petite fille, تعيش طفلة صغيرة, qui s'appelait le petit chaperon rouge, اسمها طفلة الرداء الأحمر, لأنه ماماها خيطت لها رداء أحمر جميل. إذا أصبحوا سكان القرية ينادونها بصاحبة الرداء الأحمر. Un jour, elle décida d'aller visiter sa grand-mère. في يوم من الأيام قررت أن تزور جدتها. Et lui apporter une galette. ودات لها معها الكسرة. الغالات هي الكسرة. الكسرة. En chemin, elle rencontra un loup. إذن وهي في طريقها عند جدتها. لقات لولو. لقات الذئب. Un peu plus tard, un chasseur sauvait la petite fille des méchants loups. ثم قام صياد بإنقاذ الطفلة الصغيرة من الذئب المخادع. دونك هذا هو لو تيكست يا تلاميذ. نبداو مع لي كاستيون. La compréhension de l'écrit. البناء الفكري. Première question. Comment s'appelle la petite fille? كيف اسمها البنت الصغيرة؟ دونك البنت الصغيرة اسمها شابرون روج. كما قلنا لأنها ترتدي رداء أحمر خاطته لها أمها وكان جميلا جدا فأصبح سكان القرية ينادونها صاحبة الرداء الأحمر ونقول فتاة الرداء الأحمر. Deuxième question. Qui sauvait la petite fille? من الذي أنقذ البنت الصغيرة؟ C'est le chasseur. هو الصياد. Le chasseur هو اللي أنقذ البنت الصغيرة. 3. Relève du texte l'antonyme des mots grande. Grande. القولية تلاميذ الضد تاعها في لو تيكست. دونك في لو تيكست الضد تاع كلمة كبير هي بيتيت صغيرة. غروند كبيرة, بيتيت صغيرة. جيكري بيتيت, بيتيت صغيرة. لو كونتخيغ تاعها لانتونيم. كاتريام كيستيون. ريكري لا فراز على فورم نيجاتيف. اكتب الجملة على الشكل المنفي. نقراو لا فراز مع بعض. ان شاسور سوفي لا بيتيت في. صياد قام بإنقاذ البنت الصغيرة. هنا التلميذ لازم يعرف أجزاء الجملة. لازم التلميذ يعرف لو سوجي, يعرف لو فيرب, ويعرف سي او دي ولا سي او اي اللي كانوا درسوهم. كذلك قراو سي سي ال وسي سي تي. نبداو مع ان شاسور. ان شاسور هذه يا تلاميذ سي ان سوجي. سوفي سي ان فيرب. لا بيتيت في سي ان سي او دي. دونك التلميذ اللي يعرف يخرج لي لو فيرب من الجملة يقدر يدير لي لا فورم نيجاتيف. وش يدير التلميذ؟ يكتب ان شاسور, يكتب لي سوجي اللي هو الفاعل ان شاسور, ويحط لي ادوات الجمله المنفيه اللي هي نو. يزيد يكتب لي التلميذ لو فيرب سوفي. اذا نو تاتي دائما قبل الفعل, وبعد الفعل يكتب لي التلميذ با نو. ان شاسور نو سوفي با لا بيتيت لا بيتيت في. اذا الصياد لم يقوم بانقاذ البنت الصغيره. ان شاسور نو سوفي با لا بيتيت في. 5e question. Écris au pluriel. اكتب في الجمع. ان شاسور سوفي لا بيتيت في. ان شاسور سوفي لي. دونك لا ولات لي بيتيت. نعاودو نكتبو كلمه بيتيت ونضيفو لها الاس. لي بيتيت اصبحت الصغيرات. كانت الصغيره اصبحت لي بيتيت الصغيرات.
في. وهنا الكلمة في معناها طفلة. بنت إجا جوت أس أصبحت البنات. الصياد قام بإنقاذ البنات الصغيرات. أن شاسير سوفي لي بيتيت في. إذا حولناها للجمع. نرجعو لسيزيام كاستيون. كونجيك أو فيتور لي فيرب أونتر بارونتيز أو فيتور. دونك هنايا كاين تكرار. كونجيك أو فيتور لي فيرب أونتر بارونتيز أو فيتور. دونك هنايا كانوا كاين خطأ فقط. إذا قال لي حول الفعل التي بين قوسين في المستقبل اللي هو الفيتور. جو سوفي لا بيتيت في. Il avec S sauvé la petite fille. Donc يعاود يكتب لي التلميذ sauvé كما هي بدون حذف الانفينيتيف ER مع جو. واش يحط لي التلميذ؟ يحط لي AI. يكون حافظ التلميذ لا terminaison تاع الفيتور. Il avec S نفس الشيء يعاود يكتب لي التلميذ لو فيرب sauvé كما هو دون حذف الانفينيتيف ويكتب لي التلميذ لا terminaison مع il avec S ONT. وهنا أنبه أنه كاين بزاف تلاميذ يكتبوا لي أو أن تي في الفيتور لكن أحذر أنها أو وليست أو. ننتقل الآن لا بروديكسيون إكريت. أليد دو سو تابلو باستعمال بمساعدة هذا الجدول ريديج لا سيتياسيون إنيسيال دان كونت دو تون شوا تاع لو كونت هذا معناها تاع الحكاية القصة هذه. مدونا هنايا مجموعة من الأدوات المساعدة كي من أن شوفال أن لو أن دراغون. ان شوفال الحصان ان لو الذئب ان دراغون التنين. او معناها اين اين جرت احداث هذه القصه؟ دون اون فوري في الغابه دون ان كارتيي في الحي près de la rivière قريب من النهر دون ان بي لوانتان يعني في منطقه ولا بلد او بعيد. اكسيون الانشطه ديفوري رونكونتري اتاكي تروفي كان متى ان جور سودان tout à coup alors. قولي هنايا تلاميذ اكزامبل بدونا مثال واش قالوا لي. ان جور لو شاسور رونكونتري لو دراغون près de la rivière il attaquait. تلاميذ انا هنايا خيرت لولو خيرت الذئب. دونك بنفس الشيء عاود فقط التلميذ يحول لي لو دراغون يكتبها لي لولو. دونك لولو نديرو العنوان لازمنا نديرو العنوان يا تلاميذ لولو. دونك يكتب لي التلميذ. ان جور لو شاسور رونكونتري لولو دون لا فوري il l'attaquait mais le chasseur était intelligent il a fait un piège lorsque loulou s'avança pour manger le chasseur il tomba dans un trou profond c'est un chasseur expert loulou est dead. Le chasseur الصياد rencontré loulou dans la forêt وجد الذئب في الغابة. Il l'attaquait قام بمهاجمته لكن الصياد كان ذكيا. Il a fait un piège كان مدير له فخ piège فخ lorsque loulou s'avança عندما تقدم الذئب نحو الصياد pour manger لأكله. Le chasseur pour manger le chasseur باش ياكل الصياد. Il tomba سقط dans un trou profond سقط في حفرة عميقة. C'est un chasseur expert إنه صياد ماهر. دونك هكا كنا درنا لا برودكسيون إكريت يا تلاميذ. عملتها قصيرة باش يقدر التلميذ يستوعبها. وهكا يا تلاميذ وكذلك الأمهات اللي راكم تشاهدوا فينا وكذلك الآباء نكونوا درنا اختبار للفصل الثالث في مادة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي شرح مفهوم مبسط باللغة العربية هكذا باش يفهموني الأمهات باش يقدروا يفهموا أولادهم. قولوا تشاركوا في القناة تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات اللي راح نحطها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. نحط اختبارات جميع المواد وكذلك جميع الدروس شرح كما قلت مبسط وجد سهل يفهموه الكل. بالنسبة لهذا النموذج سأتركه لكم جاهز للتباعه في صندوق الوصف على شكل PDF. وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.